اللي انتي بتقوليه ده مستحيل، مستحيل من ربع المستحيلات. ماما تقتل؟ انتي ازاي تروحي تبلغي عن امك؟ ايوه تقتل يا جميله، ما هي حاولت تقتله قبل كده. طب ما يمكن تبقى مرات ابوكي هي اللي كدابه. وهتكذب ليه؟ واحده زي دي هتكذب ليه؟ بابا قال لها ان امك خدته الصحراء وضربت عليه نار، وانا شفت مسدس في شنطتها، ووقتها جيت لك لحد هنا وقلت لك يا جميل. وما بلغش عنها ليه في وقتها؟ خاف، خاف منها. يا سلام. اه والله يا جميل، بابا كان راجل غلبان، تفكيره على قده. وبعدين هو انت بتدافعي عنها كده ليه؟ دي واحده قعدت 35 سنه، 35 سنة بتضحك علينا وتخدعنا كلنا، 35 سنة باسم مش اسمها، بشهادة ميلاد مزورة، بطاقة مزورة، كل حاجة في حياتنا مزورة. انت بتتكلمي في ايه يا جميلة؟ مستكترة عليها انها تقتل عشان تداري القرف اللي هي فيه؟ ولا انت خلاص ما بقاش همك غير شغلك وسمعتك وبس؟ شغلي وسمعتي. اه فعلا ما بقاش حاممني غير شغلي وسمعتي دلوقتي. هو انت خايفه يمشوكي من الشغل يا جميله علشان امك تقبض عليها؟ ايوه انا هريحك واجيب لك من الاخر. انا ما بقاش فارق معايا حاجه خالص في الدنيا دي. لا يا جميله، انت فارق معاكي كل حاجه، بس حطي نفسك مكاني. ده أبويا، أبويا اللي أنا ما شفتوش، وهي كمان أمي. هو أنت متخيلة إنه كان سهل عليا إن أنا أروح أبلغ عنها؟ أنت متخيلة أنا كنت عاملة إزاي ولا حاسة بإيه؟ بس هي اللي أجبرتني أعمل كده. أنا اتصدمت فيها يا جميل. ما علينا يا جميلة، أنا ما بقاش لي حد غيرك، فأنا هستأذنك إن أنا أسيب زينة معاكي هنا على بال ما أرتب أموري، لأن أنا قاعدة في بيت بابا مع مراته، والوضع هناك مش ألطف حاجة إن الزينة تروح تقعد هناك. فهماني؟ لا مش فاهمك. مش فاهمة حاجة خالص. ليه هي؟ ليه تسيبي بيت أختك وراح تقعدي في بيت الناس؟ يا ماما هاتي بنتك وتعالوا اقعدوا معايا هنا. اشترك في الباقات الشهرية والسنوية بإعلانات وبدون إعلانات، وما تفوتش عرض رمضان على الاشتراكات السنوية.